ألتقيكم اليوم، وهذه الورشة التدريبية في سلسلة كيف أنجح في إدارة المنزل وكيف أنجح في إدارة حياتي الأسرية. حقيقة اليوم أول ما أريد أن أعرج عليه هي أبارك لكم ذكرى ولادة فخر الكائنات، سيد الكائنات محمد ابن عبد الله رسول الله. وأستشهد بآية، هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم. حقيقة هذا الموضوع يكشف عندنا في الكثير من الأمور الجميلة والإيجابية، فمتباركين بهذا اليوم العظيم أو هذا الأسبوع اللي هو يسمى أسبوع الولادة الميمونة، فمتباركين. وأزف لكم هذه التبريكات والتهاني إلى حضراتكم، كما أقدم شكري وتقديري إلى الهيئة الإدارية المتمثلة بمنصة كريم، هذه المنصة المعطاء، هذه المنصة التي لها سوف يكون أو يكون لها كثير من العطاء وكثير من الأفضال، ومن لا يشكر المخلوق لا يشكر الخالق، فشكرا لهم لإتاحتهم لنا هذه الفرص وهذا المجال لنقل هذه المعلومات البسيطة إلى من هم يحبون الفائدة والاستفادة. في بداية موضوعي اليوم عندي قصة، هذه القصة بها نوع من الطرافة لكن بها كثير من الأمور. أكو شخص، هذا الشخص اسمه محمد. محمد متزوج وعنده أطفال وبيته ومستور الحال وميسور وعنده أصدقاء، فأصدقاء تزوجوا للمرة الثانية، فهو حب يكون مثل أصدقاء فتزوج مرة ثانية بالسر. فكان من يريد يروح لزوجته الثانية يقول لزوجته أنا رايح للحلال. زوجته أكيد مصدقة إنه رايح للحلال، يأخذ الأسبوع أكثر 10 أيام ويرجع للبيت، إلى أن خلصت المدارس وصارت عطلة. فزوجته اقترحت، زوجته الأولانية اقترحت أنه يأخذهم يشوفون الحلال. فتمرين خاص أخذكم يشوفون الحلال. فراح الرفجان الأصدقاء، تعالوا خلصوني، أنتوا شرتوا علي وتزوجت، تعالوا خلصوني، هاي المرة تشوف الحلال. فقالوا له ما لك شغله، لا تهتم بالموضوع، هذا تليفون اللي هو تليفون ابو ناصر. ابو ناصر خلص بس خابره وقول احنا انا من طرف الجماعه فلانيه هو راح يرتب لك الموضوع. فصدق اتصل عليه ابو ناصر، قال له اهلا وسهلا، قال له انا هيك وهيك، قال له اوكي ماكو اشكال، فلان يوم جيبهم. أبو ناصر حدد له موعد، فعلا صاحبنا محمد راح زوجته قال له حضري الأطفال وحضري روحك، احنا فلان يوم رايحين لهذا المكان. فعلا ثاني اليوم المحدد طلعوا خذاهم وراحوا للحاتم، وفعلا اكو مزرعة
واكو حلال واكو انعام اللي هي دجاج ومكرم السامع واغنام ومواشي. فرأسا وصلوا لهاي المنطقة، نزل تلقاهم أبو ناصر عنده عامل في المزرعة يدير أمور المزرعة، أيضا عنده فد معلومات. فأول ما وصل له قال له هذا العامل، قال له العلف اللي جبته للأغنام خلص، الدجاج ها كثر الإيراد مالتهم، البيض، اللحم، يعني فد في التفاصيل حتى يبين انه لمحمد هاي المزرعه. المهم فزوجته قالت له بارك الله بحلالك، بارك الله بهاي الخطوه، مزرعتك جميله جدا، حلو. فباتوا ذيك الليله بالمزرعه. هذا العامل بالليل منام، قبل ما يطلع الصبح جاب بعض الافاعي والعقارب وخلاها داير مداير البيت. فمن قعدوا الصبح زوجة محمد شافت، الزوجة الأولانية شافت هاي العقارب والأفاعي، قالت له محمد هسه تاخذني ترجعني للبيت، أنا بعد ما أشوف حلالك، حلالك تدي ديره أنت، حتى إذا نقول لك إحنا جبنا هاي المزرعة أرفض. المهم هاي القصة بيها كثير من الأمور، بيها كثير من التفاسير، لكن تفسير مهم اللي يحتاج تليفون أبو ناصر من إخواننا الرجال موجود، ممكن نزوده. شكرا لكم. نبدي اليوم على بركة الله بنظرية أو موضوع الشباك المفتوح. كل احنا منتجات، اني منتج، حضرتكم منتج، منصة كريم منتج. اليوم المنتج ممكن يكون جيد وممكن يكون غير، ممكن يكون ايجابي وممكن يكون غير، ممكن يكون ذا نوعية بها جودة عالية من الاتقان وممكن يكون غير. طيب خلينا نشوف الشباك شو يجيب لنا، الشباك اللي هو الشباك المفتوح. اليوم احنا معرضين، هاي المنتوجات اللي احنا في البيت، يعني ابني اليوم او بنتي اليوم منتج، انا اليوم اصيغه هذا المنتج او اصوغه بشكل صحيح، لان هذا المنتج راح اعرضه على الناس، اكيد الناس يا اما يتقبلوا يا اما لا ما يتقبلوا، يا اما يكون موضوع غير ناجح. اذا لازم ادير هذا المنتج او هذا البيت باداره صحيحه. كل احنا اليوم حضرتي مثلا يعني من يخلوني مدير دائره، لازم ادير الدائره بشكل صحيح حتى تكون المخرجات صحيحه. يعني اليوم اني من ادير بيتي بشكل صحيح، اذا ممكن انجح وممكن غير، ممكن تلاقيني بعض الصعوبات، لكن بحكم خبرتي وبحكم إدارتي الصحيحة أترفع عن هذه الصعوبات. خلينا نشوف الشباك المفتوح اليوم مش راح يدخلني للبيت، مش راح يجيب لي للبيت. كل احنا اول ما ندخل من الباب، الباب الرئيسية، هاي الباب تدخل لنا الاشخاص اللي احنا نريدهم. يعني اليوم مثلا اني من اريد استقبل ضيف استقبله عن طريق الباب، لكن مستحيل يجيني الضيف من الشباك. اذا دخل من الشباك اذا اكو مشكله. فالباب هي الموضوع الرئيسي للبيت او المنفذ الرئيسي للدخول والخروج من البيت. اذا اني عندي سيطرة نوعية بهذا الموضوع، يعني ممكن أنا أي شخص يدخل لي أسيطر عليه كسيطرة نوعية، أي ما أدخل أشخاص ما أريدهم، ما أدخل أشخاص ممكن يسببوا لي مشاكل، ما أدخل
او ممكن ادخل اشخاص انا استفاد من عندهم. اذا هذا اكو به سيطره، يعني ممكن رب الاسره او مدير البيت او مدير الاسره كتكون مثلا امراه او رجل يديرون هذا الموضوع او عندهم سيطره لهذا الشيء. اذا لكن اذا اجانا الضيف من الشباك اكيد احنا ما حاطين بالنا هذا الموضوع ان شلون ضيف يدخل من الشباك. لا، كثير من الضيوف تدخل لنا من الشبابيك. هذا عنوانه اللي هو عنوان الشباك المفتوح. استاذ احمد اذا تسمح لي ممكن نفتح المايكات خلي نعرف شنو تصورهم الموجودين للقصة، اي كيف صوروا القصة بحكم المقدمة اللي سولفناها. يا ريت اسمع من عندهم اللي ست مداخلات، يكونون ست مداخلات فقط، اسمع من عندهم وانا اشكر فضلك. شكرا جزيلا. اسمع من عندكم اخوان. شكرا دكتور. الاخوان اللي يحب يتداخل ممكن يرفع علامة اليد. دكتور مثل ما تعرف احنا اغلقنا حتى الشات لان صارت به ضوضاء جدا كبيرة، فابتعدوا الاخوان عن التركيز. اوكي. يا ريت تفتح الشات لان احنا اليوم الورشه، واكيد هم عرفوا نظام المنصه وعرفوا نظام موضوع المنصه وموضوع الورشه، فاكيد كلهم اللي يستفادون يسمع الكلمه اللي اثر عليهم. هذا هو اللي نسميه الشباك المفتوح. عكست ايدك، يعني انت داخلت مداخله كلش راقيه استاذ احمد. هذا الشباك المفتوح اللي اثر على المعلومات اللي تجي للمتلقين. نسمع يلا دكتور. الاخوان يحب يتداخل فقط يضغط علامه الميوت ويتكلم، فقط سته متداخلين. استاذ نوار تفضلوا. مروة عفوا. نعم نسمع من ست مروة تفضلي. طيب الباقين الصوت ناصي. الصوت ناصي احتمال او مشكلة. دكتور الشات مفتوح والمايكروفون ايضا مفتوح، لا مشكلة دكتور. ماكو مشكلة. طيب تمام. نسمع المداخلات شباب اذا تسمحوا لي الموجودين نسمع مداخلاتكم. احنا قلنا ورشة وهذا نظامي انا بالتدريب انه اسمع من عندكم مداخلاتكم. اللي يحب يتداخل طبعا هذا الشيء يشرفنا. ست مروة يا ريت نسمع من عندك اذا تسمحي لي، واذا ما عندك مداخلة ممكن تخلين الباقين يتداخلون. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. انا ست خوله تفضلوا. يا ريت نسمع الاسم والمداخل. ست خوله مرشده تربويه في اعداديه الهدى. اهلا وسهلا. انا اللي افتهمته من المحاضره بدايتها اتصور باعتقادنا بان الشباك المفتوح هو اسرار داخل الاسره
ما يصير تنباح أمام بقية الضيوف أو اللي مثلا اللي يجينا متسنطين أو يعني المختلسين نسميهم. عاشت ايدك. طيب معلوماتك عن القصه اللي حكيناها في بدايه الموضوع، يعني الصور هي يعني الإنسان كل واحد عنده أسرار خاصة بيه ما يقدر يروحها للآخرين. كلش حلو، عاشت ايدك. شكرا لست خوله مداخلتك أستاذنا العافيه. العزيز، شكرا. شكرا لك. نسمع البارتين اخوان اللي يحب يشارك يا ريت يكون. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. اهلا وسهلا، اشرف بيك. يا ريت الاسم. الله يحفظك بهاء عبد الله. نعم بهاء عبد الله، تدريسي بجامعة النهرين. من خلال ما سمعت من حضرتك بداية الورشة، نوع من الشباك مفتوح. عاشت ايدك، عاشت ايدك، عاشت ايدك. يعني من خلال انه رفاق السوء يعني خلوا هذا الشخص يتزوج زوجة ثانية على زوجته، وبالنتيجة كانت يعني هذه الوضعية مو بصالحة. فهذا شباك مفتوح بالنسبة لي. نعم كلش حلو، عاشت ايدك. شكرا شكرا، الله يحفظك يا دكتور، مع السلامة. نسمع عن الباقين شباب. طيب ماكو صوت؟ ماكو مشاركين؟ السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، اهلا. سكسوها مرشدة تربوية من بغداد. استاذ اتحدث استاذ. تفضلوا استاذ. اتحدث بالنسبة للموضوع اللي حكيت، القصة كانت كلش حلوة. هنا أنا الكذبة حبل قصير، يعني الزوج اللي كذب على زوجته كان يعني كأنه حسيت انه هو يعني ما راح يقدر يكمل يواصل، فافتعل موضوع الافاعي والعقارب اللي كانت ممكن باب البيت. ممكن العكس، ممكن العكس يصير. الزوجة ايضا اذا تكذب على زوجها ممكن ينفتح شباك بالاسرة. اي طبعا، اي طبعا. طيب. شكرا استاذ. نسمع الباقين. اوكي استاذ احمد. نعم دكتور معاكم. انا كنت اتمنى يعني خصوصا دكتور الاخوان المرشدين التربويين، يعني كنت اتمنى المحاضره تصب في مصلحتهم دكتور. لكن ممكن افد مشكله بالصوت، اكو مشكله يعني بالموضوع، فخلص راح نكمل ان شاء الله موضوعنا بشكل متسلسل. اليوم اريد من عندكم تمرين، واكيد هذا موضوعنا. شوفوا شباب، اي تمرين هو تمرين لكم انتم تعيشون بهذا التمرين، او انتم تعيشون افكاركم بهذا التمرين. فخلونا نرسم مثلثات اثنين، واحد يكون رأسه لفوق والثاني رأسه متقابلات، واحد رأسه للأرض للأسفل، مثلثات اثنين راح ترسموهن انتو. راح اطلب من عندكم دقيقتين ترسموهن. هاي المثلثات تكتبون، يعني تخلون مثلا المثلث تقسموه ثلاث اقسام. اول قسم
تكتب أنت وين بالبيت، يعني هذا المثلث تكتب أول قسم فوق أنت أين، مدير أو منفذ أو خلينا نقول بعيد عن الأسرة أو قريب من الأسرة. الشطر الثاني تكتب بي حاجتك أنت من الأسرة، شو تريد، شو تريد أنت من الأسرة، شو تريد من الأسرة، شنو اللي تريد من الأسرة. الثالث أخير شيء راح يصير عندنا أول قسم موقعك وين بالأسرة، القسم الثاني اللي راح يكون حضرتك شو تريد من الأسرة، الثالث القسم الأخير راح يكون شو مقدم أنت للأسرة، شو نقدمه للأسرة، الأمان، النصيحة، المبالغ المالية، يعني شنو المقدمة أنت بحسب فكرك. هذا المثلث راح تملوه بالساعة، راح تبين انعكاسات غريبة عندكم بهذا الموضوع. راح نرجع نكمل موضوعنا اللي هو الشباك المفتوح. من خلال القصة وقراءتكم للموضوع، واللي يتمنى أنه الأبي يشارك بهذا الشيء، لكن ممكن الشباك المفتوح كان عندكم مغلق، ما قدرتوا توصلون أفكاركم إليه إلا من الباب الرئيسي، وأنا ما أقدر أدخل لكم من الباب الرئيسي لأن موضوعنا اليوم هو الشباك. أنا كحياة عندي بشرية مزيج من الأفكار، أفكار، عواطف، مواقف، يعني هاي الأفكار والعواطف والمواقف المتباينة اللي أصيب أنصاب بها تأثر تأثير دايركت مباشر على حياتي داخل أي منظومة، يعني داخل أي مكان أنا أعيش به. طيب زين، راح يكون عندي هنا ردود أفعال، كتكون هاي ردود أفعال إيجابية أو تكون سلبية. طيب احنا بالبداية قلنا أي موقف يدخل لي من الباب الرئيسي أنا مسيطر عليه، يعني ممكن مثلا يدخل لي شخص سلبي أنا عارفه هذا إنسان سلبي، حتى طاقته اللي ينشرها بالبيت، وتتذكرون الشخصيات اللي أخذناها، أكو شخصية سلبية من يدخل للبيت ينشر الطاقة السلبية بكل قوته، بحيث أنت راح تعاني ورا يومين ثلاثة أيام إلى فترة أسبوع هاي الطاقة السلبية من الأفكار، من المواقف، من جميع الأمور، حتى بنوع الأكل راح تتأثر، حتى مشاهدتك للتلفاز راح تتأثر بهاي الطاقة السلبية. إذن أنا هنا من دخلي حاولت أنه أمتص هاي الطاقة السلبية وخليها out home، خارج البيت. طيب إذا دخلي من الشباك شلون راح أصرف وياه؟ أنا ما أعرفه. طيب من راح يدخل لي من الشباك؟ اللي راح يدخل لي من الشباك التليفون. التليفون هذا أول لص يدخل لك من الشباك المفتوح للبيت، بحيث يفضح شكو أسرار عندك، قد تكون عبر التواصل الاجتماعي، قد تكون عبر مواقع، قد تكون حتى عند مشاهدتك لبعض المقاطع اليوتيوب أو مقاطع الفيسبوك أو أي موقع، هذا راح يفضح بداخلك، يعني راح يبين عندك، هذا راح ينشر أما الطاقة السلبية داخلك. إذن هذا أول محور أو أول موضوع أو أول لص يدخل لك من الشباك المفتوح. طيب خلينا نشوف اللص الثاني من هو، أو المتحكم الثاني.
المتحكم الثاني هي القوة المالية. القوة المالية هاي كثير احنا نعاني من عدها. يعني اليوم اني ضعيف ماليا، عندي ضعف بقوة الشراء وقوة الاموال، بحيث ما استطيع ان اشتري فد مواضيع عائلتي. بينما الاحظ توجد عوائل نفس منطقتي، نفس عائلتي، نفس خلينا نقول نفس ما هم بطبقتي، ممكن يشتري هذا الموضوع او هاي المنتجات لعائلته، فراح يصير تفاوت. هنا هذا الموضوع الإمكانية المالية لأقرانه للصغاني اللي يحاول يكون طاقة سلبية داخل الأسرة. هذا اللص الثاني. طيب خلينا نشوف اللص الثالث. اللص الثالث علاقاتك الاجتماعية. القصة اللي سولفنا بيها بالبداية، دوم أكو محاضرة أو ورشة اتطرقنا للعلاقات الاجتماعية، وقلت لكم أكو ناس تنجح بعلاقتهم الاجتماعية، تتذكرون الدائرة اللي رسمناها وعلاقات اجتماعية وعمل وبيت، فأكثر راحت المن للعلاقات الاجتماعية، أكثر راحت المن للبيت للعمل، وأكثر راحت للبيت. هنا اللي ينجح ممكن بالعلاقات الاجتماعية ممكن، وهذا أكيد إنه راح يلاقي صعوبة بحياته الأسرية. راح تقولون شلون ما يصير؟ لا، هاي مو أنا أتكلم بيها، هاي نظريات وأمور علمية نفسية. لأن أول شيء يدخل بيها الوقت، أنت من تصرف من وقتك ومن طاقتك ما يقدر إلى 6-7 ساعات بعلاقاتك الاجتماعية. هاي العلاقات راح تاخذ منين؟ من رصيدك الى اسرتك. هنا علاقاتك الاجتماعيه 6-7 ساعات، علاقاتك في العمل او بالعمل 6-7 ساعات، هاي صار 14 ساعه. انت تحتاج الراحه، راح تكون 7 ساعات، هاي 21 ساعه، يعني 3 ساعات تبقى لاسرتك. وهذا ما اعتقد يعني اكو بيت يحتاج اقل من 5 ساعات بكل مكان، بكل عملنا. راح تقولوا لي شوف الاجانب، اوكي، الكل طبيعه والكل عادات والكل لها موضوع خاص. يعني احنا نقارن انفسنا بضياع الاخرين، لا، خلينا نقارن انفسنا بنجاح الاخرين. اليوم أنا ما أقارن نفسي إنه فلان والله علاقاته حلوة وش اسمه، وأقارن نفسي به. ليش؟ خو أقارن نفسي بنجاحي بأسرتي، بنجاحي مع أسرتي، أكون هذا المنتج اللي هو أسرتي بشكل صحيح وبشكل جيد حتى أنقله للعالم الخارجي. باكر او غدا من يطلع ابني وينصدم بالعالم الخارجي واني ما مهيئه تهيئه صحيحه، هذا المنتج ما مكمله اكمال صحيح، ما مغذيه تغذيه صحيحه، تغذيه فكريه، مو اللي نقول تغذيه الاكل، لا، تغذيه فكريه صحيحه، بحيث يخرج للعالم الخارجي ما ينصدم بهذا العالم المبهم. اذا ثلاث شخصيات، ثلاث لصوص راح يدخلون علينا بهذا الموضوع اللي هو الشباك المفتوح. طيب هنا هذا الشباك راح يأثر على قراراتي داخل تنفضح أسراري، ومثل ما بينت ست خولة لهذا الموضوع انه راح تنفضح اسرار، انفضح في اسراري. خلاص اذا اصبح البيت شباكه مفتوح، اذا ما اسيطر،
كانت أسرارك النقل العالم الخارجي. هنا العالم الخارجي راح شنو راح يحاربني في إنتاجي بحيث ما أطلع هاي الأسرة ناجحة ومنتجها صحيح للعالم الخارجي. هنا العقل اللاواعي راح يقول لي فد أمور غريبة، أمور عجيبة، راح يخليني أتصرف تصرفات بعدين أني من أنتبه أشوف نفسي صدمة شوك، أنا شلون تصرفت هيجي؟ كل إحنا نمر بهذا الموضوع. خلي الموجودين خلصنا المحور الثاني، بقى عندنا محورين، المحور الثاني الثالث راح يتداخل ويا موضوعكم اللي هو شو اختارتوا من المثلث. يا ريت اسمع منهم ومنكم اخواني. استاذ احمد يا ريت تفتح المايك حتى اسمع من الموجودين، واتمنى مشاركه اخوان، شاركوا لان افكاركم مهمه، افكاركم مهمه، انتم تحكوها انا اسمعها ويسمعها اكثر من 100 شخص ممكن يستفاد من هاي الفكره. وهذا هو نتيجه الورشه، انه نتناقل تجرباتنا الصحيحه وحتى نبين وين مكان من الاخطاء حتى ننجح باسرتنا. شكرا لكم، اسمع من عندكم، تحياتي لكم. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام، معناه الاسم وال صور نفسي في موقع داخل الأسرة في بداية الهرم. أما حاجاتي كمدير كقيادي في الأسرة داخل أسرتي. أما في حاجتي تسمحي لي أسألك سؤال إذا تسمحي لي. تفضل. حضرتك متزوجة أكيد. نعم. طيب القيادة بيدك وبيد زوجك أكيد؟ أكيد متفاهمين عليها. أكو تفاهم بيناتكم، لكن هذا التفاهم ممكن مرات تأثر عليكم الشباك المفتوح؟ بالنسبة لي أنا ما يعني أسراري أو أسرارنا داخل الأسرة ما أعرفها داخل، يعني لا أني ولا زوجي يعني محصورة بداخل بيتنا أكثر أسرارنا. يعني اللي ما عندكم شباك مفتوح؟ الحمد لله ما أتصور أني عندي هيش موقف. شكرا لك. نعم تسلسلي بالكلام. أما حاجتي من الأسرة أحس أني بحاجة إلى الاهتمام أكثر، يعني بما ان انا دا اتعب ودا داخل الاسره وخارج الاسره باعتبار وظيفتي، فاتمنى اني اكثر اهتمام داخل اسرتي. اما ماذا اوفر للاسره؟ انا اوفر لهم الامان والمردود المادي باعتقادي. يعني حلو، شكرا يا ريت. شكرا جزيلا. نسمع من الأخوة الباقين. نعم، اليوم المداخلات فقيرة جدا. طيب استاذ احمد يمكن بعد ماكو مداخلات؟ لا دكتور ماكو مداخلات. طيب نرجع نكمل ورشتنا. اليوم مداخلات فقيرة، ويمكن هذا الموضوع شوية صعب، لكن أنا حاولت أبسط بكلش قد أمور بسيطة جدا، لكن
لكل قبيلة موضوعها. طيب دكتور ممكن ندخل ايضا انا معاكم بهاي الفقرة؟ نعم ايضا ناخذ من عندكم ايضا مداخلة دكتور، مداخلة تكون من عندي. والله شرف هاي المداخلة استاذ احمد، شكرا لك. شكرا دكتور. دكتور مثل ما تفضلتم مشكورين، انه الاساس اللي يحفظ العائلة بوجود هكذا شباك هو مبدأ الثقة. عندي احد اصدقائي مبدأ عدم الثقة والشباك مفتوح، وصلت المرحلة ان يعني هي خلال هاي الايام اللي انا اكلمكم بها، انه زوجته تدخل على التليجرام مالته وتحذفه وتنصبه من جديد وتدخل به رمزيا، رمز نصبته في تليفونها ورمز نصبته في تليفونه وبرقم تليفون واحد. يعني اصبح التليجرام مراقب، اصبح واتساب مراقب، اصبح انستغرام مراقب، واصبح فيسبوك مراقب. فخلال هذه الفترة استطاعت ان تجمع معلومات كبيرة عنه، فطفح الكيل وانتهى التخزين، فطرحت هذا الامر امام اهله وامام اهلها، ولربما يعني لولا تدخل الاخوان لا جرى ما جرى وتهدم البيت. فدكتور اصلا بهاي المسألة في الشباك المفتوح هو مبدأ الثقة مثل ما تفضلتم، وشكرا دكتور. شكرا لك لمداخلتك الراقية حقيقة. هاي مداخلتك هي تبين معنى الشباك المفتوح داخل كل أسرة. يا ريت هذا الشباك ينغلق داخل كل أسرة. يا ريت نتعامل مع الأشخاص السلبيين. اليوم راح نبين فد موضوع مهم. حاجتنا الأسرنا أو حاجة أسرنا إنه هذا الشباك ممكن احنا نقفله. شلون؟ بخلك شخص سلبي تحاور وياك، عندك علاقة به لكن هو تعرفه سلبي. كثير من الأشخاص موجودين يحاول يبث السلبية. أهم أو أفضل طريقة لإسكات أو لكتم هذه الطاقة النظر إلى الساعة. يعني عندما يتكلم إلى ساعتك، انظر إلى ساعتك، أو راح تقولوا لي خو بالموبايل، لا الموبايل هاي طريقة يعني شخص يمني و الصفحة من معين. هذا الموضوع غير أخلاقي، لكن عندما تنظر إلى ساعة راح تبين لك أنه أنت عندك وقت، عندك موعد، ممكن تحسسه في مواضيع كثيرة. هذا أول موضوع. الموضوع الثاني، دخول الطاقة السلبية من الشباك. يعني اليوم أسراري ممكن أفضحها أني شخصياً عن طريق الموبايل أو عن طريق وسائل التواصل. يعني اليوم خلي نفرض أنه سافرت لفلان مدينة، طيب لا بأس، حلو سافرت لفلان مدينة، لكن أنا ألاحظ بالتواصل الاجتماعي أمور أكثر من هذا. يعني حتى أعرف أنا شخصيا أعرف بعض الأصدقاء أنه من يتعارك ويا زوجته شو وقت، ومن يصالح ويا زوجته شو وقت، أو زوجته أو هي من تتعارك ويا زوجها شو وقت، أو من تصالح ويا زوجها شو عن طريق ما تنشر في التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع راح يأثر سلبيا. شوف أقصد موضوع مهم، كل إحنا ننشر في الفيسبوك او تويتر او انستغرام، طبعا انا ما عندي انستغرام لكن فيسبوك بحكم عملي موجود، وتويتر بحكم عملي كذلك موجود. هذا تنشر انت الحاله اللي انت عشتها اليوم، قد تكون حاله سلبيه انه تعاركت ويا زوجتك
او زوجت او 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 زو انت تعرفتي ويا زوجك راح تنشرين في المنشور. خلينا نقول في المنشور يبين هذا الموضوع. بعد سنه يرجع هذا الموقع وهذا موقع التواصل يذكرك يقول لك انت مريت بهذا الموضوع. يطلع لك الصوره ويطلع لك الموضوع ويطلع لك الايقونه اللي انت نشرتها. راح يرجع يحرك عندك السلبيه، الذكريات السلبيه. ممكن هاي الذكريات انردمت بالايجابيه، لكن بعدها ترجع ترتفع السلبيه عندك. ليش؟ لان ذكرك هذا الموضوع بهذا الـ 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 الحادث اللي صار بيك. هنا هذا شباك مفتوح للاسره. أنا أقول انشر، مو متنشر أو انشري، مو لكن انشري الحالة الإيجابية اللي تمرين بيها أنت أو اللي أنت تمر بيها. كلش حلو لما تقول نجح ابني اليوم ودخل في مرحلة دراسية جديدة أو 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 كثير من الأمور الإيجابية الجميلة. من ترجع يذكرك بها الموقع راح تستشعر قد راح فدراحة إيجابية، فدراحة معنوية، تعيد ذكرياتك الجميلة واللطيفة. إحنا نقول هذا الشباك اللي هو خلفك راح ينسد تلقائي. أكثر من 5253 حالة طلاق لمدة شهر. 5000 شوية ويعني تبقى 5253 حالة طلاق. طلاق خلاص. من جينا نبحث بهذا الموضوع كناس استشاريين أو تخصصيين أو 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 ما هذا الموضوع في ألقاب كثيرة، لكن خلينا نقول نبحث بهذا الموضوع. لقيت يعني أنا يعني شخصيا لقيت من 70 إلى 85 أسباب الطلاق هو الشباك المفتوح داخل كل بيت. يعني اليوم أنا انشرت بقناتي فهذا الموضوع فنوهت عليه أنه عدد الطلاق أو عدد حالات الطلاق أكثر من وفيات كورونا. أبعد الله عنكم شر الوباء. هنا الشباك المفتوح من اجي اتباحث ويا شخصين متطلقين اقول ايش يقول لي تفضح اسراري او هو ويا يفضح اسراري او سلبي او ما عنده مسؤوليه اتجاه البيت مبتي باصدقائه او ملتهي بعمله أو أو, او 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 نفس الحاله. العكس هو الصحيح. يعني حتى الازواج من اشوفها يا بليش يقول لي ملتهيه بكثير من الامور وعايفه الاسره وعايفتني. يعني هنا هو الشباك المفتوح لاعب دوره، لكن احنا ما نعرف ما ندري به انه هذا الشباك مفتوح وده ياثر على حياتنا وده ياثر على جميع ما نشعر به. اليوم انا داخل اسرتي، أنا داخل أسرتي. إذا عندي شباك مفتوح ما راح أعرف الأسئلة اللي تدور داخل هاي الأسرة، لأن هذه الأسئلة راح تطلع خارج البيت. لكن لو شباك مغلق فأكيد أنا أوتوماتيكياً أعرف شنو سؤال يدور داخل أي فكر من أفكار أسرتي بشكل بسيط وبشكل سلس بدون تعقيد وبدون هاي. يعني ممكن اليوم أنا أعرف ما يدور بخلد أو بفكرة ابني، لأن ماكو شباك مفتوح يعبر هاي الأفكار خارج البيت. ماكو طاقة سلبية تدخل من هذا الشباك داخل البيت. أنا همي الوحيد أن أخرج بمنتج صحيح لهذه الأسرة وهاي الطبقة
من راح يلاقيها. اليوم خلي نكون مو عاطفيين لكن تكون بقيادة صحيحة. أنا أكو محاضرة إن شاء الله راح نأخذها عن القيادة داخل الأسرة، هذا موضوع مهم جدا. ست خولة حركت عندي أفكار كثيرة بكلماتها إنه هي أكو قيادتين داخل البيت، الأب والأم، وهاي حقيقة ممكن تسبب مشاكل مو حاليا، لا ممكن بعد فترة، لأن هاي القيادة المشتركة دوم تكون غير ناجحة في عالمنا نحن. ممكن الأم تكون قائدة وممكن الأب يكون قائد، أما يشاركون بالقيادة فهذا أمر مستحيل، لأن كل واحد عنده فكر. لكن خلنا نوقف، لكن إذا كان الشباك مفتوح، لكن إذا كان الشباك مغلق كل الأمور القيادية ناجحة. ليش؟ لأن ماكو تأثيرات خارجية تأثر بطاقة سلبية على قيادتنا من البيت. انتبهوا لهذا الموضوع. يعني ممكن أنا وزوجتي نكون قائدين في البيت بنفس الوقت، إذا ماكو شباك مفتوح يأثر على هاي القيادة. إذا إحنا الشباك المفتوح يأثر على القيادة وعلى إدارة البيت. نأخذ المثلث الثاني اللي اتفقنا عليه، المثلث الأول كمل ما نشغل به، المثلث الثاني اللي راح نشوفه راح نبدي من الأسفل ونرتفع للأعلى، من الأسفل ونرتفع للأعلى. هل تعتقد، سؤالي لكم وجواب هو جاوبون، هل تعتقد بأنك قائد؟ هل تعتقد بأنك قائد؟ هذا السؤال الأول، هو اللي راح يكون بالتحت، يعني المثلث أقلام الرأس للأسفل، يعني تقسمه ثلاث أقسام، راح تكتب جوه هل أنت قائد في أسرتك أو مدير؟ هل أنت قائد؟ طبعاً أكو اختلاف بين الإدارة والقيادة. هل أنت قائد في أسرتك أم مدير؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني لكم شباب، هل تعتقد يوجد شباك مفتوح في أسرتك؟ شوي انتبهوا، يعني أنت تعتقد أكو شباك مفتوح بأسرتك بيتك؟ السؤال الثاني هذا. السؤال الثالث لكم أخوان، هل تريد غلق هذا الشباك إذا كان مفتوح، أو تريد فتح هذا الشباك إذا كان مغلق؟ هل تريد فتح هذا الشباك أو غلق هذا الشباك إذا كان مفتوح، أو هل تريد غلق فتح هذا الشباك إذا كان مغلق؟ تقريبا وصلنا للفاينل اللي هو قراءة الأفكار. راح نقرأ أفكاركم بشكل بسيط وسهل وسلس، أسمع مداخلاتكم. اليوم ورشتنا حقيقة فقيرة، يمكن أكو شباك مفتوح عندكم فما جاي يحفز تحفيز، أو يوم أنا يمكن ما دا حفزكم تحفيز صحيح، فيا ريت أنتوا تحفزوني لهذا الموضوع. شكرا لكم، أسمع من عندكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. تفضل. اليوم حقيقة الليدر الموجود بالورشة، أنا أشكر مداخلاتك الراقية، وشكرا لك من قناة قمم وقناة الكريم، حقيقة شكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذنا. بالنسبة للسؤال الأول، أعتقد هل تعتقد بأنك قائد داخل الأسرة؟ حسب اعتقادي أو مدير، أنا أعتقد نفسي قيادية داخل الأسرة، يعني تعلمتها من أنا وداخل الأسرة قبل ما أتزوج، وبعد ما تزوجت يعني أتصور أعتقد نفسي قيادية. طيب. ثاني شيء، ثاني سؤال، إذا كان مفتوح الشباك مفتوح داخل الأسرة، أنا ما أصور أكو شباك مفتوح، وإذا كان مفتوح أتمنى بأن ينغلق على مود
أحافظ على أسرتي وأحافظ على تربيتي لأولادي. عاشت إيدي السوق ست، شكرا. شكرا أستاذنا، أهلا أستاذ. راح نسمع بالأخير التحليل الفاينل حتى نعرف مجالاتكم، نسمع من الباقين إذا موجودين. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، وأخيرا مشترك جديد، فهذا فرح لي، شكرا لتحفيزكم ست أسماء. شكرا لك دكتور. أسماء عبد العزيز. دكتور بالنسبة للسؤال الأول، أنا أعتبر نفسي قيادية ومديرة بالبيت مالتي، يعني أنا قيادية ومديرة نفس الوقت. إما نعم؟ قيادية أو مديرة، لا أنا الاثنين دكتور، أنا يعني مع أولادي ومع أسرتي بالبيت أنا قيادية ومديرة لهم. حلو. نعم. وبالنسبة حلو. للسؤال الثاني شباك. أي نعم. وبالنسبة للسؤال الثاني شباك المفتوح، أنا ما يعني ما عندي شباك مفتوح، وحتى إذا عندي شباك مفتوح أغلقه. فأني عندي أسرتي، أنا شلون العلبة ومغطيتها، ما أخلي أحد يتدخل بينا ولا أحد يعرف بداخل البيت شكو، فما أخلي أبد نافذة مفتوحة. حلو. نعم. حلو. جدا. طيب. شكرا. الثالث. نعم. الثالث والله العفو ما سمعت، يعني يا ريت إذا تعيد لي إذا مو زحمة عليك دكتور. إذا كان عندك شباك مفتوح تقدر تغلقه؟ نعم. نعم أغلقه دكتور، ما أخليه مفتوح، ما أخليه. وإذا كان عندك شباك مغلق تقدر تفتحه؟ لا ما أخليه، أخليه مغلوق علي وعلى أسرتي، ما أفتح نهائياً لأي أحد. وإيدك دكتور. شكراً لك. شكراً لك دكتور. شكراً لك. شكراً لك. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم. السلام. أسمع من أسماءكم. ست مروة. عفواً اسمي ست. نعم. أنا رملق، اسمي ست رملق عبد، ممكن أتداخل؟ أهلا وسهلا، نشرف بمداخلتك ست. تسلم دكتور. بالبداية مال السؤال الأول، هل تعتقد أنك قائد لو مدير؟ أنا بالعائلة الإبنة، بس انفرضت علي الإدارة وانفرضت علي أنه أكون قيادية، لأن صار خلل في الإدارة الأصلية فانفرضت علي الإدارة. كلش حلو. أما إذا يوجد أحد، أي فإذا بس السؤال الثاني، إذا يوجد شباك مفتوح بأسرتك، واحد من أسرتي هو اللي يفتح الشباك مالتنا. لا تنسى دكتور العاصفة مرات من كثر ما قوية راح تكسر حتى الشباك، مو مجرد تفتحه. عاشت إيدك، عاشت إيدك. فالعاصفة اللي موجودة بالبيت هي اللي تفتح الشباك، أو شخص من بيتك هو اللي يحب يفتحه، إيش قد ما أنت تحاول تغلقه، تحاول تعدله، شخص من بيت هو اللي يحب يفتحه. كلش راكي، عاشت إيدي. السؤال الثالث، هل تريد إن الشباك هذا ينفتح؟ مرات كثرة الغلقة هم تخلي البيت يختنق، فإحنا مرات شو نسوي؟ نفتح الشباك على مود يطب له هواء، يطب له أشعة، يطب له نسمات، ممكن يطب له نصيحة إذا بالنسبة للأسرة، ممكن يطب له مساعدة، ممكن يطب له مو بس سلبي، لا ممكن تستفاد من هذا الشباك إذا انفتح، ممكن يوري للعالم شخصية أنت برا تمثل هالشيء وجوه شيء ثاني، فمن يفتح شباك العالم راح تقدر حتى لو تفوع جزء بسيط من شخصية هذا العائل. زين، ممكن نسيطر على هذا الشباك بسهولة الموضوعات عن طريقه؟ يمكن نسيطر على هذا الشباك إذا سيطرنا على سبب العاصفة، لكن إذا سبب العاصفة كانت أقوى من الشخص اللي يكمش الشباك أو اللي يحاول يسده، يحاول إنه يلملم الموضوع، العاصفة راح بصراحة تنهي كل شيء. مساء الخير أستاذ. شكرا لحضرتك. مساء الأنوار. مساء الخير. يا ربي صحة وسلامة. معكم ست مروة مدرسة. ست مروة. السلام عليكم. تشرف بي. الشرف أستاذ. بالنسبة للسؤال الأول، هل تعتبر نفسك قائد؟ شوية الصوت ما يا ريت الصوت يكون واضح. هل تعتبر نفسك قائد أو مدير؟ رغم انه اني اصغر البيت، بس توكلت لي انه المهمه انه اكون قائد.
وثاني سؤال، إذا كان عندك نافذة مفتوحة هل تستها أو تخليها؟ لا بالعكس، إحنا نسيت كل نافذة، حتى لأن البيت عبارة شلون جوهرة ثمينة، إحنا نحاول إنه إحنا ما نكشفها للملأ، ولا نحاول إنه إحنا كل نغلقها ما غيرنا نشوفها. اما بالنسبه للسؤال الثالث، اذا كانت عندك نافذه ان تفتحها، اي، لان شنو مرات الناس يعني احنا ما نريد نفتح نافذه بحياتنا، نكون احنا مسؤولين على هذه النافذه، احنا الانسان اللي يفتح نافذه يكون هو يقرر نافذه تدخل له شيء ايجابي ام شيء سلبي، احنا نحاول قدر المستطاع انه ما نفتح هذه النافذه، ندخل الاشياء اللي يكون ايجابيه، الاشياء اللي بيها مصلحه، ان نحاول نواكب بها الاحداث والتغيرات بس بشكل ايجابي. نقدر نسيطر على دخول نعم استاذ، نسيطر عليه اذا احنا حددنا الاشياء اللي نريدها. احنا نحدد الباب. الشباك نسيطر عليه. ليش؟ لان احنا بيدنا نقفله واحنا بيدنا نفتحه، وبيدنا نخلي المساحه مالت الشباك هل تفتح او احنا نفتح. احنا لازم نجار التيار، تيار او الهواء، موجه الهواء العالي، لازم احنا ما دام فتحنا هذا الشباك احنا نعرف ايش وقت في حال ان شفنا انه نافذه الشباك هذه قامت تنطينا شيء عكسي سلبي، اغلقها ما اخليها مفتوحه. كل كلماتك راقيه، شكرا لك. شكرا لك استاذ، حقيقة استفدت كثير من مداخلتك، شكرا جزيلا لك. اسمع من الباقين. السلام عليكم. نعم، شلونك دكتور، اخبارك؟ السلام عليكم. ماكو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا دكتور، يعطيك العافية. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا، من الأردن ولا من؟ لا، من ليبيا. من ليبيا؟ نعم. أهلا وسهلا. أشرب. دكتور، بخصوص الأسئلة، أضم صوتي لصوت الزميلات اللي سبقوني، أنا قيادية بالبيت. بخصوص الشباك، حاليا ما في شباك مفتوح يعني، وبخصوص إذا لو في شباك مفتوح، إحنا بين الوقت وآخر ضروري ما يكون في شباك مفتوح يعني. مش دائما الحياة تأتي بأشياء سلبية يعني، ممكن تجارب يعني إذا أكو شباك مغلق تفتحوه. يعني مو لازم. بالعكس، أنا حتى لما أعطي أشياء قيادية بدي أشوف إيش تأثيرها على الأولاد، يعني كيف يتصرفون، يعني مو بتشوف الأطفال كيف يستقبلون الغير، يعني مش كلها أوامر وافتراضات يعني. جميل جدا، جميل جدا. شكرا لك، شكرا لك. شكرا لك ست، تشرفت بكم في ليبيا. اكو مداخله لو نكمل، لان دكتور يا ريت تقرا المداخلات بالتشات، احد الاساتذه يسال سؤال جدا رائع، فيا حبذا دكتور ان تجاوبه. مرتضى حسين يقول ما تقدر تسد النافذه لان الناس ينطرون على العائله، حكي من الاهل المره وحكي من اهل الرجال يصير حكي، بس لازم احد يسيطر على الكلام. اذا استاذ مرتضى وضحت النقاط على الحروف، احنا لازم نسد الشباك بحيث حتى ما نقدر وما يدخل لنا موضوع ياثر. استاذ يرحم والديك، اذا الواتساب والماسنجر والفيس موجودات شلون ينسد الشباك؟ احنا سولفنا على هذا الموضوع، قلنا ممكن التواصل الاجتماعي هو الشباك المفتوح في البيت. هذا موضوع مهم،
خلي شوية نفتهم شلون يكون موضوع التصرف فيه وعملية يعني استخدامه بشكل صحيح. روشان طارق القائد لكل بيت شباك مفتوح لدرجة معينة بسبب التطور التكنولوجي، نحاول أننا نفتح الشباك. السلام عليكم دكتور. صحيح هذا. عليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ. روشان طارق أحمد، تدريسي في الجامعة التكنولوجية. شكرا على تعبك وجهودك دكتور. بس بالنسبة لجواب السؤال الأول، جواب السؤال الأول، أنا عن نفسي قائد بالبيت بس بمبدأ الديمقراطية، يعني أخذ رأيهم ثم أنا أقرر. الصوت كان ما واضح، ممكن بالنسبة للسؤال الأول هسه واضح؟ هسه واضح، أوكي عايزينك. بالنسبة للسؤال الأول، أنا عن نفسي في البيت أنا قائد، لكن أخذ رأيهم، يعني قائد ديمقراطي، يعني أخذ رأيهم بس القرار النهائي. يعني حضرتك القائد وحدك في البيت يعني ماكو؟ لا لا، زوجتي وأبنائي، بس القرار إلي. نعم أستأنس برأيهم بس القرار النهائي إلي. أما عن السؤال الثاني، ما أعتقد أكو بيت الشباك مغلق 100%، وهناك عدة أسباب، منها التطور التكنولوجي، منها عدد أفراد الأسرة، أعمارهم، ثقافتهم، تربيتهم، العلاقة بين الأب والأم، فهاي كلها أسباب تخلي الشباك ما ينسد 100%، بس أكو مسدود 95%، أكو مسدود 20%، فلكل بيت بس مال 100% ما أعتقد أكو بهالزمن هذا. ثالثا نحاول أنه ما نفتح الشباك، أو قدر الإمكان نحاول أن ننسده، وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذي العزيز، شرفت بهذا الحقيقة، هاي المداخلة الراقية، شكرا لك. هذا فد موضوع مهم جدا. اليوم احنا طبعا دا دور بالشات حتى ممكن اجاوب على اسئلتكم، او ممكن مداخلاتكم اللي ما حب يعني يشرفنا ونسمع صوت العذب، راح نقرا الابقاء والام مدير. طبعا اذا الشباك مفتوح بالعاده لازم نغلقه، لان هاي خصوصيات زينه ثامر، اكيد هذا الموضوع مهم جدا. الخصوصيات مهمه، يعني موضوعها جدا مهم، لان هي الشباك المفتوح داخل العائله، التاثير الاستفسار الاستراتيجي في اتخاذ القرار، يعني هذا الموضوع يريد له اكثر من ورشه. يعني اغلبها تحكي على الشهادات، واتمنى زينب محمود، اتمنى ورشه عن معرفه الشخصيات وكيف التعامل معها من قبل الدكتور. ان شاء الله في القريب العاجل راح يكون عندنا هيك مواضيع. اكيد منصه كريم ما تقصر، وهذا الشكر متواصل لهم، ما يقصرون على موضوع. نرجع اخير شيء للفاينل، راح نربط المثلثات بخطوط اللي كتبناهن احنا، يعني نربط المثلث الاول اللي رسمناه مع المثلث الثاني اللي رسمناه المقلوب للاسفل، راح نربط كل حقل مع حقله، بحيث راح تبين اليوم موضوعك او انت كيف تقود عائلتك، كيف تحب ان شباكك تنغلق. كل ما كتبتوا انتوا، انا ما زمتكم بكتابته، ولكن انت ما يدور في خلدك كتبته، ما يدور في افكارك كتبته. فهذا الموضوع راح نوصل خطوط بين راس المثلث المقلوب وقاعده المثلث اللي هو للاعلى، ونفس الوقت راح نوصل هاي الخطوط، راح تبين عندنا نتائج مهمة، انه ايش قدمت لعائلتي بالمقابل اني اكو شباك مفتوح او انا قائد. بنفس الوقت شو كتبت انت بداخل المثلث؟ دكتور السلام عليكم. القاعدة، هذا الموضوع راح يقودنا
انه نلاحظ اكو شباك مفتوح بعائلتنا او ما. هذا الموضوع راح يقودنا شلون نعالج هذا الشباك. كثير من الاخوان بينوا انه ما نقدر اكو شباك، مو ماكو شباك، اكو شباك، لكن كثير مداخلات حلوه قالت انا اقدر اسيطر على الشباك. وهذا اعتقد حسب دراساتنا الموجوده من نفس انه ما نقدر نسيطر على الشباك المفتوح اذا انفتح بداخل العائله. اليوم توصلنا الى انه ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي هو نتيجه ما يختلج في داخلنا. طيب يعني انا شنو اللي يختلج بداخلي راح اكتبه. طيب انا من قراءه او يقرا الشخص المقابل هو هذا الشباك المفتوح، هو هذا الشباك المفتوح. لكن خلي اوصل الفكره ظاهر، يعني الفكره الموضوع اليوم خلي تكون كتاباتنا ايجابيه، حتى المقابل من يقرا ما اكتبه يكون ايجابي، حتى من يجي يرسل مواضيعه من الشباك المفتوح يرسلها ايجابيه، ما يرسل امور سلبيه. اليوم كانت ورشتنا ممتعه رغم قصرها، رغم كلماتها خلينا نقول اللي ما يعني خلينا نقول بها نوع من عدم الشفافيه، بحيث كانت ممكن تكون غير يعني موصوله بافكار كثيره، لكن هذا الموضوع هو الموضوع الاهم. اتخاذ القرار داخل الاسره، اتخاذ القرار داخل الاسره ممكن يكون القرار صائب وممكن يكون غير، يعني ممكن يكون قراري جيد 100% وممكن يكون قراري غير جيد 100%. اذا شلون اني اقرر قرار صحيح وشباكي مفتوح؟ اذا لازم اغلق الشباك حتى قراري يكون صحيح 100%. اليوم ما عندنا قرار 99.99، لا، اما ناجح او غير، اما جيد او غير، اما 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 اما. هذا الموضوع. الشباك المفتوح يكون صعب مع التخبط. شلون دكتور؟ انا اقول لكم شلون شباب. اليوم قراراتنا يا اما افضل او جيد او ممكن، يعني اما ممكن يعني قرار ممكن لننفذه، او جيد او افضل. حاولوا تدورون او تبحثون عن قراراتكم بعد ما لقيتون الشبابيك اللي هي موجوده ببيوتكم. حاولوا هذا الموضوع، لأن التأثير الخارجي جدا مهم على قراراتك. اليوم خلي نعرف قراراتنا، خلي نعرف من يأثر عليها حتى نتخذ إجراء. هي كانت سريعة تواجدكم، ما أعرف ليش من ألتقي بكم الوقت يمر بسرعة، يعني بكل إيجابية وبكل حب وبكل تفاني، وهذا الموضوع اللي أني أدور عليه وبحث عليه. شكراً قناة كريم على إتاحة هذه الفرصة من جديد. شكراً لكم شخص متحدث اليوم نورتوني. إن شاء الله السبت القادم راح تكون تكمله او مو تكمله، او خلينا نقول نوصل للموضوع اللي احنا باستطاعتنا شلون نغلق الشبابيك عن طريق الورشه الاولى. لا تذكروها اليوم الورشه الثانيه، السبت القادم ان شاء الله الورشه الثالثه، اذا طبعا يمكن راح يتقدم للاحد، لان يوم الخميس والجمعه والسبت استاذ احمد مكلفني بورشه للاخوان. هذا ورشه هي عن التسويق،
شلون اسوق المنتج. فان شاء الله ممكن الاحد او السبت بعد هو القناه تقرر والمنصه تقرر، فاني يزيدني غبطه ويزيدني سرور اني التقي بكم مجددا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسون عندنا قناه اسمها قناه قمم للتنميه البشريه والاستشارات الاسريه، هاي القناه قناه خاصه بي، اي موضوع يدور بخلتكم ممكن نناقشه وممكن اجاوب لكم اياه بكل سلاسه وبكل ود وبكل احترام. شكرا لكم. لا تنسون حاولوا تبحثون عن الشباك المفتوح باسرتكم حتى ما تتعارض بخياراتكم. شكرا جزيلا، تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن اسمع مداخلاتكم لمده 5 دقائق اذا تحبون، واذا يسمح لنا استاذ احمد. وانا شكرا جزيلا لكم. دكتور السلام عليكم. الو دكتور تسمعني؟ شكرا دكتور، شكرا جزيلا. اتصور استاذ احمد البطاط، عفوا احمد ابراهيم. نعم دكتور، عنده مداخله. تفضلوا استاذ، بس يا حبذا ترفع صوتك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. استاذ الصوت جدا بعيد. أم صوت بعيد. انا ما اسمع صوت، يعني يا ريت الصوت يكون واضح. الو. نعم تفضلوا، الصوت واضح الان. تفضل استاذ احمد. تسمعني؟ صوت واضح. صوت واضح، تفضل استاذ احمد. شلونك دكتور؟ اشكرك على هاي المحاضره حلوه وقيمه دكتورنا العزيز. شكرا لك استاذي العزيز. عندي مداخله صغيره دكتور اذا كررت. يا ريت صوتي واضح شويه لا تسمح حتى اقدر. نعم دكتور، تفضل. بالنسبه للقياده، يعني مثلا انا هسه قيادي مثلا عائله، وهاي العائله متكونه من عائله كبيره، خلينا نقول عائلة داخل نص عائلة كبيرة، أكو إدارة وأكو قيادين أكثر من قيادي. نعم. داخل هاي العائلة هناك. نعم. راح ما راح يكون شباك واحد مفتوح، راح يكون عدة شبابيك وعدة شبابيك مفتوحة وعدة شبابيك مغلقة. نعم. هنا الواجب يكون على القيادي أم على المدير؟ يعني حسب ما هو ممكن يدير العائلة ويقودها بشكل صحيح. أربعة صغيرة. واضح. نعم. دكتور؟ والله يا ريت تعيد سؤالك لأن كان ما واضح، إذا تقدر تعيد سؤالك. دكتور أكو عائلة كبيرة يقودها مدير. نعم. أو بها مدير، أو بنصها 3 عوائل صغار لكل عائلة بها قيادي. هنا الامر راح يكون على القيادي ام على المدير بشكل عام؟ هنا اداره، هنا اداره وليس قياده، لان هنا الموضوع القياده راح تكون مركزيه بيد شخص هو يقود العائله بشكل صحيح. هاي القياده متجزئه من عندها عده ادارات، هاي الاداره اللي هي كل من عائلته يديرها بشكل صحيح. لكن لاحظ 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 انه هاي الادارات ما تطلع عن شور او عن ما تتصرف، اي تصرف اذا ما ترجع للقياده المركزيه اللي هو الوالد الكبير او الشخص الكبير الموجود. بس هنا دكتور العفو راح يكثر بها الشبابيك صح؟ منها مفتوحه اكيد مغلقه. اكيد هنا هو دور القائد انه يغلق هاي الشبابيك حتى يقود عائلته بشكل صحيح. احنا قلنا اكو فرق بين القائد وبين المدير. شويه خلي نعرف هذا الفرق. القائد هو من يتخذ القرار الصحيح واللازم، والمدير هو من ينفذ هذا القرار. دكتور انا تدريسي بحد المدارس، هنا اذا كان التدريسي عنده هموم يقدر يفرغ الصف اللي راح يدخل عليه صح؟ يعني التدريسي عنده هموم وعنده مشاكل وعنده ضغوطات ما يقدر يطرحها قدام الطلبة، يقدر هاي الهموم هم يقدر يذبها برا، انه هم راح يغلق شباك ثانوي صح؟ اكيد اكيد. اليوم احنا مو بس ترى
خلي شوي ننتبه على الموضوع. الموضوع الأهم إحنا اليوم مو بس بداخل أسرتنا، لا حتى بداخل عملنا ممكن نفتح شباك. صح. حتى بداخل عملنا ممكن نفتح شباك وإحنا ما نعرف، ما ندري عن طريق شنو، عن طريق بث همومنا، عن طريق بث فد مواضيع. كثير أنا أشوف من الأخوان أو الأخوات أثناء العمل أو أثناء الدوائر أو أثناء يعني ما يدامون فد موضوع أو يكونون في عمل، يشوف يبوح بهمومه وفد مواضيع كثيرة عن ما يدور بداخل أسرته، وهذا هو الشباك المفتوح. شكرا جزيلا لك دكتور، وأنا شكرا لك. شكرا جزيلا لك، شرفت بك استاذ احمد. الي الشرف دكتور. يعني من رخصه استاذ احمد نزلت رابط قناه قمم. This session is no longer being recorded. اللي حبي يتواصل معنا اهلا وسهلا، متشرف بك. يمكن بعد ماكو مداخلات. نعم دكتور ماكو مداخلات. اتصور الاخوان بالمنصه نزلوا الرابط، اللي يحب يسجل بالرابط الحضور ماكو اشكال. شكرا جزيلا لك استاذ احمد، وشكرا جزيلا لقناه منصه كريم على هذه الفرصه الراقيه والجميله. ان شاء الله نلتقيكم في ورش يعني جديده ومواضيع جديده تخص العائله وتخص العائله العراقيه والعائله العربيه، تخص حالاتنا الإنسانية. شكرا جزيلا لك، وتحياتي لجميع المشتركين، وأودعناكم وإن شاء الله ليلة سعيدة عليكم. شكرا جزيلا، في معنا. شكرا دكتور، شكرا جزيلا لكم، نشوفكم خير وعافية، مع السلامة دكتور. أيضا هي دعوة لجميع الأساتذة والباحثين والمدربين، يشرفنا ويسعدنا أن نستضيفكم في منصة الكريم الإلكترونية، منصة المدربين والباحثين، بأن تكون ورش وندوات ومحاضرات فيها، ونحن بخدمتكم ونتشرف بكم. بعد يفتح اخوان الرابط يعمل الان، انا شخصيا جربته يعمل.